فعلا تم الحسم في تاريخ الدخول المدرسي وهو السابع من شتنبر، لكن بقي عالقا هل الدخول أو التعليم الحضوري هو الأساس أم التعليم عن بعد؟ هو سي زكريا، كما كتعرفوا ان الدخول المدرسي هذه السنه هو كيجي في واحد المرحله استثنائيه، والاستثناء يدبر باستثناءات. ونظرا لتدهور الحاله الوبائيه في بلادنا، كان من الضروري ان الوزارات توضع واحد المخطط يعني متكامل لكي ياخذ بعين الاعتبار هذه الحاله الوبائيه. وبما ان هذه الحاله الوبائيه متباينه على حسب الجهات، على حسب الاقاليم، حسب الجامعات، بل حسب الدواوير وحسب الأحياء، وبالتالي لضمان حق التعليم للجميع كان لابد من وضع هذا المخطط المتكامل اللي فيه التنوع ديال الأنماط، اللي هي أنماط كتمشي مع الحالة الوبائية. وكيبقى أنه في الدخول المدرسي، أنا كنهضر على الدخول المدرسي ماشي السنة الدراسية، أن الخيار الاستراتيجي ديالنا حاليا في ظل هذا تدهور الحالة الوبائية كيبقى هو التعلم عن بعد، التعليم عن بعد. يعني في الانطلاقه ديال البدايه الموسم، في الانطلاقه ديال يعني في الدخول المدرسي، وتحول من نمط الى اخر كما جاء في التقرير هو رهين بتحسن الحاله الوبائيه. نعم، اذا هذا كيجرني الحديث على سؤال يعني الان يراود كل الاسر المغربيه، كل الاباء، حول ما اذا تم الاختيار مثلا ديال التعليم الحضوري. بعض الاسر اختارت هذا الخيار، هذا شنو هي التدابير والإجراءات اللي وفرتها الوزارة سواء في التعليم العمومي أو الخصوصي للحماية، حماية من تفشي الوباء في صفوف التلاميذ، خصوصا ونحن نستحضر تجارب دولية أقرت هذا التعليم ديال الحضوري لكنها اضطرت إلى إغلاق المؤسسات من بعد، معني من بعد تفشي الوباء. هي المذكرة كتفصل في نمطين أساسيين، إما عن بعد، وإما انه بتناوب بين الحضوري والتعليم الذاتي. وهذا كما قلت هو رهين بالحاله الوبائيه في كل منطقه. هذا الاختيار يعني انه فسحنا المجال للاسر، لان الاسر هي يعني واحد العامل، واحد الاساسي، وانه كان لابد انها حتى هي تاخذ تحمل مسؤوليتها ودير هذا الاختيار. بطبيعه الحال هذا الاختيار، هذا نداء للاسر ان هذا الاختيار ماشي اعتباطي، وان هذا الاختيار خصو ياخذ بعين الاعتبار بطبيعه الحال الرغبات الشخصيه، الحاله الاجتماعيه للاسره، ولكن اساسا لان العامل الاساسي هو الحاله الوبائيه، لانه كما في يعني تعليمات ساميه جلاله الملك ان سلامه الجميع وسلامه المواطن هي فوق كل اعتبار. من هذا المنطلق جاء ان الاختيار خيار استراتيجي حاليا هو التعليم عن بعد. وحنا راكمنا السي زكريا السنه الماضيه واحد التجربه كبيره واللي نجحنا فيها بتضافر الجهود الجميع، وهنا كنبغي انه نقدم الشكر لهيئه التدريس، الاطر التربويه، السلطات المحليه، الساده الولات، العمال، المجتمع المدني ايضا، اللي هذا الانخراط هذا ساهم في انجاح نهايه السنه الماضيه. ونعول عليه هذا الانخراط في اطار هذه المقاربه التشاركيه اللي ماشي ديال وزاره التربيه الوطنيه بوحدها. هذه ازمه كندبروها سي زكريا كاملين، وهذه ازمه بما اننا نجحنا في هذه المقاربه التشاركيه في نهايه الموسم وفي امتحانات البكالوريا وكانت نتائج مرضيه جدا، فهاد التراكم، هاد التجربه هذه خصنا نستثمروها في هاد السنه هذه، وكتطلب انخراط الجميع يعني السلطات المحليه، السلطات الصحيه لها دور مهم جدا، لان المتغير الاساس يعني اللي بناء عليه ان الوزاره نزلت هذا المخطط اللي هو كياخذ بعين الاعتبار هذا التنوع ديال الحالات الوبائيه، ان السلطه الصحيه عندها واحد الدور محوري، والساده العمى يعني السلامه ديال الوليدات، انه على مستوى المؤسسات، على مستوى المديريات، على مستوى الجهات، كاينه فرق قياده جهويه اقليميه ومحليه اللي في تنسيق تام، انا كنقول في تنسيق تام مع السلطات المحليه ومع السلطات الصحيه ومع المجتمع المدني ومع الفاعلين الجمعويين والفاعلين الاقتصاديين، باش اننا ندبروا في اطار هذه المقاربه التشاركيه كاملين هذا ونضمنوا سلامه الوليدات ديالنا، لانها كتبقى هي فوق كل كل اعتبار. سي سعيد، على ذيك المقاربه التشاركيه، يعني واحد العدد من الفرقاء الاجتماعيين، النقابات، وحتى بعض الاباء والجمعيات اللي كتنضوي تحتها، كاين الان يطرحون واحد الاختيار بين الاختيارات، وهو مساله تاجيل الدخول الدراسي. يعني هذا ايضا خيار مطروح الان، البعض يدافع عنه بقوه،
كيفاش تفاعلت الوزاره مع هذا الموضوع ديال ما مدى صواب مساله ديال تاخير الدخول المدرسي حتى تتضح الرؤيه على الاقل؟ هو كان عندنا رهان سي زكريا، كان عندنا رهان ديال امتحانات البكالوريا، وكان تخوف واش نقدروا انه ننجحوا امتحانات البكالوريا في ظل الحاله الوبائيه اللي كانت، واللي بعض الدول الكبيره اللي عندها باع طويل ما قدرتش انها تدفعها. اذا هاد بالنسبه للدخول المدرسي، وبناء على التجربه اللي راكمناها، وبناء على المقاربه التشاركيه اللي بينات الحس التضامن ديال المغاربه ملي كيكونوا في ازمه، المغاربه كلهم كيتضامنوا، وشفناها ونجحنا فيها انه نعول عليها بهاد الرزمانه ديال التدابير وديال التنويع وتنوع الانماط وديال انخراط الجميع، انه ممكن انه نستثمروا هذيك التجربه ديال التعليم عن بعد اللي في الحق انها ما كناش موجدين ليها وما كناش كنتظروها، لان هذه ازمه كندبروها كاملين، ورغم ذلك تضافر مجهود الجميع مشكورين انه نجحناها، فلما لا اننا ايضا ننجحوا هذه التجربه ديال الدخول المدرسي في الوقت ديالو باش نعطيو هاد الفرصه ديال الاختيار، لان هذاك الاختيار ديال الاباء راه مشروط. ماذا سي سعد على ضوء الاختيار؟ لان فعلا الان حتى مجموعه ديال الاباء احنا كنتبعوا وكنتلقاو مجموعه من التساؤلات. بعض الاباء تفاجؤوا يعني عند الدخول المدرسي ديالو تسجيل ابنائهم بانهم ما عندهمش هذا الاختيار، رغم انه مطروح في المذكره وتدافع عنه الوزاره بقوه، لكن بعض المؤسسات هي اللي اختارت اما انها دير الحضوري او دير هي عن بعد دون منح الاباء هذه الصلاحيه ديال الاختيار وملء هذيك الاستماره. ثم مساله المستحقات، الان واحد العدد ديال الاباء كيطرحوا واش انا لا قريت ولدي عن بعد غادي يكون نفس الكلفه الا قريته حضوريا، مع العلم اننا دابا الان كنتكلموا على مصاريف جديده غتنضاف، الاباء مضطرين الان يشريوا حواسيب او يشريوا واحد الهواتف جديده لابنائهم، يعني حزمه من 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 المعدات غادي تزاد على الاباء. ثم كينظر انه كيبقى بما فيها النقل، بعض المؤسسات كتفرض اداء مبالغ ديال النقل في بدايه الموسم الدراسي. كيفاش كتعاملوا انتم كقطاع وصي؟ ومع العلم انا كنعرف بان عندكم انتم وصايا بيداغوجيه، ولكن كيفاش كتعاملوا مع هذه المستجدات اللي الان تقلق كل الاسر المغربيه؟ هو هذه الازمه اللي كانت احنا تعاملنا معها، يعني كما جاء في تعليمات السيد الوزير انه دخلنا كطرف يعني حكم في الازمه، واعتقد انه دبرناها يعني بتضامن الجميع وبتنازلات كانت من الطرفين، من المؤسسات الخصوصيه ومن الاباء والامهات، ودبرنا نهايه السنه بنفس يعني بهذا ربما بدايه هذه السنه ايضا، فيمكن ايضا لنا ان ندبرها يعني بتنازلات من الطرفين، لان كما قلت نعاود هذه الازمه خصنا ندبروها كاملين وخصنا نخرجوا فيها يعني ما خاسرينش كاملين. فبالنسبه للاداءات فهذه كتبقى كتعرف السي زكريا والمشاهدات والمشاهدين ان وزاره التربيه الوطنيه عندها وصايا بيداغوجيه للمؤسسات الخصوصيه الان، وتنزيلا لمقتضيات القانون 51/17 انه يتم تحضير نص تنظيمي اللي غادي ياثر هذه العمليه ديال الاداءات، يعني تفيي المؤسسات الخصوصيه. يعني كيفاش غيتم هذه العمليه هذه؟ واش لا، هو الان حاليا النص التنظيمي مازال ما كاينش، ولكن ان مساله الاداءات هذه مساله اللي هي تعاقديه بين الاسره وبين المدرسه، واللي ممكن حنا كمديريات او كاكاديميات ان ندخلوا فيها بحكم الوضع الاعتباري ديالنا، وسط الوسط اللي نجحنا فيها. فنعطي بعض الامثله، انه ملي كنقول تعاقديه راه كاين مؤسسه، انا قريت بلاغ ديال المؤسسه في اتفاق مع جمعيات الاباء ديال المؤسسه الخصوصيه اللي اتفقوا على اساس انه في حاله التبني وفق الحاله الوبائيه ديال المنطقه، انه الا كان انه تم التعليم الحضوري فغيكون 100% الاداءات، والا كان عن بعد للضروره حفاظا على سلامه الجميع غتكون 50% من الاداء. وتم هذا الاتفاق، هذا نموذج يعني ديال احد التعميم مثلا ديال المؤسسات، هذا نموذج ديال هذه العلاقه التعاقديه بين المؤسسات الخصوصيه وبين الاسره. غير ناكد السي زكريا شكرا على ان الاسره دورها دور رئيسي جدا، وبالتالي ان الوزاره عطاتها هذه الفرصه باش انها حتى هي تدخل في تدبير هذا الملف اللي هو كيخصها، هي طرف اساسي جدا، وبالتالي كان لابد اننا نعطيوها هذه الفرصه باش انها تعبر على الرغبه ديالها، ولكن هذه الرغبه راها شريطه انها لا يمكن ان تلبى يعني الا بتوفر الظروف الملائمه الصحيه، لانه كيبقى الخيار الاساسي انه ان نحافظ على سلامة أبنائنا وبناتنا وأطرنا التربوية، ولكن أن نضمن حق التعليم أيضا للجميع في جميع الحالات. ونعود مسألة مهمة سي زكريا وكنشكركم على هذه الفرصة، هو أنه بتنسيق تام مع السلطات المحلية
والسلطات الصحية والمنتخبون والجماعات الترابية والمجتمع المدني والفاعل الاقتصادي. هذه المكونات كلها يجب أن تتضافر جهودها لأجل أن نضمن التعليم للجميع في ظروف صحية مقدمة فلذة الأكباد، لأنه يمكن نضحيو حنا بروسنا ولكن فلذة الأكباد كيبقى تحدي كبير جدا. شكرا لكم جزيلا سيدي سعيد حيان، أنتم مدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية ببرشيد، شكرا كل على هذه التوضيحات.